اي حد بادئ جديد في التداول دايما بيتجه الى انه يتعلم قراءة خرائط السعر، وبيتعلم قراءة الشموع وايه دلالاتها. في الفيديو ده مش هنتكلم بس عن دلالات الشموع وكيفية قراءتها، ولكن هنتكلم عن ما وراء الشموع، والفيديو ده هيكون للمبتدئين بشكل عام. في البداية كانت قراءة السعر بتتم من خلال مؤشر زي المؤشر الأزرق اللي احنا شايفينه ده، لغاية لما اتطورت قراءة الخرائط عن طريق الشموع زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. طيب ايه هي ايه الشمعة دي وبتمثل ايه بالظبط؟ كل شمعة من دول بتمثل تلات أمور. تلات أمور، على سبيل المثال خلينا ناخد الشمعة دي، الشمعة الحمراء دي. كل شمعة من دول بتمثل تلات أمور. أول أمر منهم هو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق والتوقيت الزمني اللي حصلت فيه الحركة دي. طيب بمنظور كل شمعة من دول، كل شمعة من دول بتمثل تايم فريم او توقيت زمني دايما بنحدده من خريطة السعر، واللي وعلى سبيل المثال لو انت عندك منصة بتقرا من خلال خرائط السعر بتختار الفترة اللي بتمثلها الشمعة دي. اذا كانت الفترة دي بتمثلها 5 دقايق، او ممكن اختار ان الشمعة تمثل ربع ساعة او 15 دقيقة. كل شمعة من دول تمثل فترة زمنية 15 دقيقة، فانا حر في اختيار الفترة الزمنية اللي بتمثلها الشمعة دي اللي انا بقراها، والشمعة دي بتمثل حركة سعر سواء للأعلى او للأسفل. الالوان الطبيعية اللي دايما محطوطة على كل الشارتس اللي انت تقدر تغيرها هي الاحمر والاخضر. الشمعة اذا كانت حمراء معناها ان السعر هبط، واذا كانت الشمعة خضراء معناها ان السعر قام بالصعود في خلال الفترة الزمنية اللي بتمثلها الشمعة دي. تمام، الالوان دي تقدر تغيرها، بس الستاندرد ان احنا بنمثل حركة الهبوط بالاحمر وحركة الصعود بالاخضر. طيب في شمعة حمراء زي دي احنا دلوقتي عرفنا ان الشمعة دي تمثل وقت زمني، خلينا نقول انها تمثل 15 دقيقة. في خلال ال 15 دقيقة دي احنا شايفين الكاندل لونها احمر، معناها ان السعر قام بالهبوط في خلال ال 15 دقيقة دي. الامر التالي اللي بنحدده هو مكان الافتتاح ومكان الاغلاق. الشمعة دايما بتمثل شيئين، اللي بنمثلها جسد الشمعة وطرف الشمعة، او بنسميها البادي والويك. البادي اللي هو الجسم بتاع الشمعة الاساسي، وده بيمثل سعر الافتتاح في بداية ال 15 دقيقة، يعني في أول ما ال 15 دقيقة بدأت تعد ده كان سعر الافتتاح في المدة الزمنية اللي أنا اخترت لها للشمع. والعكس في الأسفل ده سعر الإغلاق. تمام، ده سعر الافتتاح وسعر الإغلاق بيتم تحديده عن طريق جسد الشمع دي. طيب ايه الويكس اللي فوق دي؟ الويكس دي اسعار تطرق لها السعر من بداية افتتاح الشمعة للاغلاق. يعني احنا فتحنا الشمعة هنا واغلقناها في اخر 15 دقيقة هنا، ولكن في خلال الفترة الزمنية دي قام السعر باختبار هذه الاسعار. فتحنا في بداية ال 15 دقيقة وأغلقنا في نهاية ال 15 دقيقة، ولكن الأسعار اللي عند الويكس دي قمنا باختبارها في خلال الوقت. وبالتالي الشمعة بتوضح لنا رينج أسعار احنا قمنا باختباره، وده كان مكان الافتتاح وده مكان الإغلاق. طيب ايه اللي بيحرك الشمعة دي، وازاي الشمعة دي بتتحرك، او كيفية حركة السعر؟ خلينا ننتقل للنقطة اللي بعدها، ودي النقطة الأهم اللي هي كيفية حركة الأسعار. أولا لازم تفهم إن الأسعار بتتحرك بناء على نوعين من الأوردرز في التداول. أول نوع منهم هو اللي بنسميه إيه، الماركت أوردر. النوع التاني بنسميه الليميت أوردر.
تمام، هم دول نوعين الماركت اللي بيتم التفاعل، نوعين الاوردرز اللي بيتم التفاعل ما بينهم وبيأثر على حركة السعر. ايه هو الليمت اوردر؟ الليمت اوردر ببساطة هو اوردر بيتم وضعه عند سعر معين بشرط معين يتم تنفيذه عند السعر. خلينا نبسط الوضع ده بسلم اسعار. سلم الاسعار اللي انت شايفه ده بيمثل مثلا سعر سهم او سعر اي برودكت بيتم تداوله، دي الاسعار. واللي هنرسمه دلوقتي، خلينا نغير اللون للاخضر على سبيل المثال. خلينا نقول ان السعر دلوقتي واقف عند سعر 4. عندنا هنا خانتين، البيدز اللي هم بنسميهم المشترين، والاسكس اللي هم بنسميهم البائعين. البيد والاسك، عندك في خانة البيد لو احنا عندنا السعر متوقف هنا، هنشوف دايما ان في ليميت اوردرز. الليميت اوردرز دي معناها ان في مشترين واقفين عند اسعار حاطين شرط في السوق انهم ما ينفذوش الا عند الاسعار دي. هتشوف عند سعر 3 مثلا في 5 واقفين عايزين يشتروا، عند سعر 2 في 4 عايزين يشتروا. وعلى العكس هتلاقي في خانة الاسك دايما في اي منتج حوالين السعر او فوق السعر في بائعين، في مثلا هنا 3 عايزين يبيعوا وفي مثلا هنا 6 عايزين يبيعوا. 3 عايزين يبيعوا عند سعر 5 و6 عايزين يبيعوا عند سعر 6، ودول بنسميهم الليميت اوردرز. دي كلها ليميت اوردرز، ليميت وده ليميت. تمام، لو احنا بنعتمد فقط على الليميت اوردرز في التداول، السعر اللي هو عند 4 عمره ما هيتحرك. مين اللي بيحرك سعر الأربعة؟ اللي هو بيجي بنسميه الماركت اوردر. الماركت اوردر ده بيجي اللي هو شخص او كمية بيتم طلب تنفيذها في الوقت الحالي بالكمية المتوفرة. وبالتالي انا عكست هنا البيد والاسك. الاسك المفروض يكون في الناحية اليمين والشمال، بس كنت بوضح الفكرة مش اكتر. يعني بيجي الماركت اوردر بيحاول ينفذ. على سبيل المثال لو في مشتري عايز يشتري 7 اسهم من البرودكت ده، بيجي بينفذ 7 شراء، وبالتالي ميكانيكية السوق ان بيوفق الماركت اوردر المشتري مع البايع الليمت. وبالتالي اللي عايز يشتري 7 هنا السوق بيصعد، او السعر بيصعد لسعر 5 بيوفر له 3، وبعدين بيصعد لسعر 6 بيوفر له الأربعة اللي باقيين. وبالتالي الماركت اوردر هو اللي تسبب في حركة السعر بناء على السيولة اللي موجودة عند البائعين. لما في مشتري لازم يبقى في بايع، ودي ميكانيكية حركة السعر في الأسواق. طيب دي المعلومات الخام اللي بتسبب حركة الشموع، تفاعل ما بين الماركت اوردرز والليمت اوردرز. فالأداة اللي بتوضح لنا ما داخل الشموع من هذه التفاعلات التي تسببت في هذه الحركة بنسميه الأوردر فلو. الأوردر فلو ده بيمثل الشمعة اللي احنا بصينا عليها في البداية، ولكن من منظور التفاعلات ما بين الماركت والليمت، التفاعلات الخام. يعني انت لو بصيت ما داخل الشمعة هتشوف أرقام زي كده. ده ماركت أوردر قام بشراء 23 من ليميت سيل اوردر، كان موفر 23. وبالتالي اللي بيشتري بماركت اوردر او اللي بيبيع بماركت اوردر ده مرتبط بكميه السيوله والليميت اوردرز اللي موجوده في السوق. وبالتالي نستنتج ان في اي حد بينفذ ماركت اوردر او الحيتان اللي بيسموهم وبيحركوا السوق حركات عنيفه، ده مش في صالحهم. وبالتالي بيدوروا على دايما الاماكن اللي متواجد فيها سيولة كتير، ومعظم الاماكن دي بتكون هي اماكن وقف الخسارة او الستوب لوسز. وبالتالي نفهم من كده ليه معظم المتداولين بيخسروا، بالذات اللي بيفكروا بنفس الاسلوب. مش موضوعنا النهاردة، موضوعنا ان احنا نتكلم مداخل الشموع. احنا فهمنا دلوقتي كيفية حركة الشمعة وتكونها، دلالاتها، ميكانيكية حركة السعر اللي بتحرك الشمعة دي، وما داخل الشموع من تفاعلات. كل الشمعة دي مثلا تمثل خانتين، على اليمين تمثل الكميات اللي قام بيها الماركت اوردر بشرائها، وعلى الشمال تمثل
البائعين الماركت اوردر اللي قاموا بالبيع للليمت اوردرز المتوفر. وبالتالي كل ما زاد الماركت اوردر باير عن السيلرز او البائعين المتوفرين في السوق يصعد السعر. واذا زاد الماركت اوردر سيلرز او البائعين اللي هم بينفذوا ماركت اوردر عن المشتريين اللي بينفذوا بالليمت السعر هينزل للاسفل. وبالتالي المتحكم هو العلاقة ما بين الماركت اوردر والليمت اوردر. اذا الماركت اوردر زاد في ناحية عن الليمت اوردر هيسبب حركة السعر في الاتجاه ده. وبالتالي الاوردر فلو هو الانتراكشنز والترانزاكشنز الخام او التفاعلات الخام اللي بتسبب حركة الشموع في المقام الاول. فمهم انك تفهم الشمعة ولكن مهم اكتر انك تفهم ميكانيكية حركة السعر، ومهم جدا انك تفهم الاوردر فلو ويكون عندك منصة بتوفر لك اكسس او دخول للاوردر فلو عشان قراءتك للترانزاكشنز اللي بتحصل في الماركت بيديك منظور تاني تماما للقصة او قوة البائعين والمشترين اللي بتحصل في الماركت. انك بتبص للكاندل فقط او الشمعة فقط ده بيقول لك النتيجة النهائية بتاعت التفاعل ايه. ولكن عشان نقدر نتنبأ بالحركة اللي جاية في السوق لازم نفهم كيفية تحرك الشمعة دي، ازاي الشمعة دي اتحركت للاعلى وازاي الشمعة دي اتحركت للاسفل. وده بيتم عن طريق تشارتس اللي هي بتورينا بوضوح التفاعلات دي، اللي هي التشارتس اللي اسمها الاوردر فلو. في منصات كتيرة بتوفرها. اذا انت شخص تتداول فيوتشرز تقدر تستعمل جيكزو، تريدوفيت، كوانتاور، وفي منصات كتيرة جدا تقدر تعمل ريسيرش على الانترنت. اتمنى اكون وضحت لك الصورة، واتمنى اكون اذا انت مبتدئ افهم الشموع ولكن ابني خبرتك في التداول على سوليد جراوند او على ارض صلبة من خلال فهمك لكيفية حركة الاسعار و فهم الاوردر فلو كيفية قراءته. اتمنى اكون قدمت لك معلومة مفيدة واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.